السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع ميلا اللي نقف على الاشغال تاع الابراج نتاع تخزين الحبوب في بلدية تاجمنت، اذا بولاية ميلا، واللي يعني هذا المشروع نتاع تخزين الحبوب بسعة 250 الف قنطار، سعة يعني جد معتبرة، يدخل في اطار برنامج لإنشاء 30 مخزن للحبوب في كل ولايات اللي عندها طابع زراعي تاع إنتاج الحبوب، إذن بمختلف أنواعها. وهذا البرنامج القديم يعني يعود إلى أكثر من 20 سنة، يعني تم إنشاء بعض المخازن في بعض الولايات، وتبقى مشاريع كثيرة معطلة في ولايات أخرى، ويبدو أن فيه إرادة سياسية لإتمام هذا المشروع اللي سوف يعطينا للجزائر قدرة تخزينية نتاع 6 سنوات نتاع حبوب، وهذا شيء يعزز كثير الاستقلالية الجزائرية في ميدان استيراد الحدود الحبوب، وكذلك في تسيير الأزمات نتاع الدولية، إذن في ميدان يعني تعزيز الأمن الغذائي للجزائر. أترككم تتابعون يعني هذا ما تبقى من فيديو حول هذا المشروع نتاع إنشاء صوامع تخزين الحبوب في ولاية ميلا ببلدية تاجمنت. والسلام عليكم. لا بد من تنسيق.